مخاطبتها أنها قالت دخل برسول الله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له بذكر الله أبتا من الضعف، قال يا فاطمة أتيتني بالستار اليماني فأتاني به فتاته بالستار اليماني فقدته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يدراه انه القدر في ذلك تمامه وكماله وما كانت الا ساعه فاذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا الله، وقلت وليس السلام يطلب عني وثمرت افعالي، وقال يا الله اني جمد رحيتا طيبة كان رايت جدي رسول الله، فقلت نعم ان جدتك خلت الصاي، فاقبل حسن النبل في الصاي سلامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله، أتد من سماك تحت الكسان، قال عليك السلام يا ولدي، ويتعب فاضي فجد لنت رقبه حرمه تحت الكسان، وما كانت الا صادم إذا بولد الإنسان قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، وقلت وليك السلام يا ولدي، ويا قرة عيني وثمرة أقوالي، وقال لي يا أمه إني شمت رعاية طيبة كان رعاية جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وحاك تحت الكسائي فدني الإنسان ونعم الكسائي سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السلام عليك يا جدّاو، السلام عليك من اختار الله وتزا نبيه، أنا أسلمكما تحت الكسائي، فقال وعليك السلام يا ولدي، ويا شافي أمتي قد أذنت لك قد أحلم وما تحت الكسائي، فقال عند ذلك أبو الحسن علي بن طالب، وقال السلام عليك بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، قال يا فاطمة إني شمت رعاية طيبة كان رعاية أخي ابن أمي رسول الله، فقلت نعم أعظم ولدك تحت الكسائي، فاقبل علينا والكسائي سلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا رسول الله، تزورني أن أكون معكم تحت الكسائي، قال له ولك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك فدخل علي من تحت الكسائي، ثم أتيت نحو الكسائي وقلت السلام عليك يا بدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسائي، قال ولك السلام يا بنتي يا أبا يا بختي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكسائي، فلما كملنا جميعا تحت الكسائي أخذ برسول الله وأدرك الكسائي مبيد اليمان إلى السماء، وقال اللهم إنا هو الله لبيتي وخاصتي وهامتي دعم النهمي، دمهم دمي يدمني ما يدمهم يدمني ما يدمهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدب لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم،
وجل صلواتك وبركاتك على محمد وخانك ورسوانك على ولهم واجب أن تبتلوا طاهرهم تبهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. الله عز وجل لا يمل عائدة والسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الشرك. اللهم صل على محمد وعلى آله.